لتحضير سلطة خضار مشوية بالرانش بدنا زهرة مقطعة ومقلية، بروكولي مسلوق على البخار لحتى ما نخسر الفائدة، بدنا بطاطا وجز مقلية أو إذا بدك قطعيها بالبيت وقليها عادي بيزبط، جرجير فريش، رمان فريش، ذرة معلبة طبعا اختياري إذا بتحبي هاي الأمور بالسلطات. فينا كمان نحط الدريسنج اللي هو رانش صوص فيه البهار وفيه النكهة، ممكن تخلطي مع الرانش كمان شوية عصير ليمون بصير. أنا شو رح أعمل؟ بعد ما رح أقلي الخضار رح أحط عليها ملح وفلفل وكمون وبابريكا وعصير ليمون بعد القلي. هلأ أنا وياكم مع بعض بعد القلي رح نحط الخلطة هاي كاملة. طيب خلينا نرجع نشيك نشوف شو أخبار، شايفة؟ حتى أنا ما كان في داعي إني أنا أحضر لك نتيجة مسبقة لأنه صراحة هاي هما قدامك ما في وقت، شايفة ما فرطت أبداً ولا حتى نزل اللي فيها ولا شيء. هاي السوائل اللي هي سوائل اللحم، شايفة ما أجملها؟ مشان هيك اللي ما بيحبها لازم تجربها من عند لحام شاطر بعدين تحكم إذا هي زاكية أو لا، لأنه هي فعلاً إذا ما كانت مشغولة صح أبداً لا تؤكل. خلنا نشوف هلأ أنا وياكم، نطلع فاصل يا معاذ بتحب؟ يلا رح نطلع فاصل وبعد الفاصل نطبق صحن سلطة كتير زاكي وكمان رح ندير بالنا عليه بشوية كمون عشان اللي بيوجع معدته بتوجعه معدته أو القولون من موضوع القرنبيط، خلينا نحل له المشكلة بعد الفاصل إن شاء الله. لا فقط هيها بس بدون الساق. ممكن أنت تقلي بطاطا عادية تقطعيها مكعبات زي البيض وبطاطا، أنا خطر ببالي أجيب الوجز صراحة شكلا ومضمونا كثير بحبها مع السلطات، بس هاي بالأول وبالآخر أمور شخصية إلك. تمام؟ هلأ هون أنا بدي أحط عليها ملح، شوفي بهالشكل ملح، تمام؟ لأني أنا ما راح أعمل دريسنج، راح أعتمد فقط على الرانش، أحط عليها كمان شوية بابريكا خشنة بهالشكل، راح أحط عليها شوية فلفل أسود بعد القلي أهم إشي لأنه إذا قليتيها رح ينزل كله بالقلي فما استفدنا إشي. رح أحط كمان شوية كمون من إسناد، ممكن تجيبيهم بس على الزهرة على البروكولي، تمام هيك. هلأ هون إيش رح أعمل؟ رح أنزل عليهم شوية عصير ليمون فقط، ما قربت على البطاطا خلاص اللي بيطلع من الزهرة على البطاطا بيطلع. بسم الله الرحمن الرحيم، رح أقلبهم هالطريقة. كلنا صحن سلطة مدوزن مش زهرة مقلية مع شوية جرجير، فيعني هي سلطة نعم ولكن برضو كمان بدنا نشتغلها على الأصول. هيا هالشكل وصارت عنا المقالي جاهزة، وأي نوع مقالي أنت بتحبيه برضو كمان بيزبط، لذلك ممكن تحطي كمان كوسة، صراحة كتير طيب زي ما هشت كتير حلو يا معاذ. تمام؟ فهون احنا حطينا المقالي زي ما حكينا، هلا عشان احنا نخلطهم مع بعض بعد ما خليناهم يسحبوا الليمون والبهارات، هلا بنخلط معاهم شوية اللي هي الذرة، هلا ممكن انت تلعبي بالالوان، تحطي طبقة من الجرجير وبعدين المقالي وحوالين منها شوية ذرة شوية رمان شوية ذرة شوية رمان، بس أنا مع اللي هي إنك أنت تخلطي كل المكونات مع بعضها لحتى كل حدا يصحي له حصة من كل إشي. شوفوا ما أحلى الرمان البلدي تبعنا، ما أحلى، طلع إشي ما شاء الله الخير، طعمه زي السكر زي العسل، طبعا عصير الرمان منهش للقلب ولكن اللي عنده ضغط بده يدير باله وتسأله بهاي الأمور، بس عصير الرمان على فكرة ببعض الفترات بتذكر أحد الدكاترة وصفوا لوالدتي لأنه بينحف، فكان عصير الرمان دائما موجود بالبيت وصراحة كانت نتيجته حلوة، فابحثوا في هذا الموضوع واقرأوا عند عمو جوجل رح تلاقوا أشياء كتير تفيدكم. هلأ هون إحنا السلطة صارت جاهزة، شوفي والله شكلها إنه شهي، رح نجيب ورق الجرجير صراحة هو مع الساق أفيد، شوفي كيف منعنش ونضيف مي وتلج، مي وتلج بنعنش الورق. رحتي على سوق الخضار ما لقيتي كتير فريش نعنع بقدونس جرجير ايا كان ورقيات مي وتلج، شوفي كيف بنعنش ما احلى. عاد انا لو شفتيه الصبح ما بتصدق انه هذا نفسه اللي انا جبته معي الصبح صراحه.
شايفة؟ هلأ هون بدنا نجيب بسم الله الرحمن الرحيم الخضار المشوية اللي عملناها، حطينا عليها كمان مرة ملح وفلفل، كمون من إسناد، بابريكا خشنة، عصير ليمون. نرجع نوزع باقي الخضار. شايفة ليش حطيت بطاطا وجز؟ عشان أكسر أعطي شكل حلو بالطبق. هيا فيها كمان تقليبة. أنا صراحة ما بحب تكون ناشفة، هي اللي جواها لحمة وأنا حاطة معها بندورة، فأزكى إنها تكون إيش مسقسقة على بعض، يعني ما بحب تكون ناشفة. بس في ناس لا بنشفوها زيادة، يعني خلوها تتحمص وتاخد لون وتشد، بس هاي بالأول وبالآخر أكيد أمور شخصية، ولكن هي صراحة جاهزة وأمورها بالسليم. هلأ هون أنا حطيت رانش صوص الليمون، أساساً أنا حطيته عليها، ولكن إذا بدك الصح ممكن تجيبي رانش صوص تخفقي معه شوية عصير ليمون، زيت زيتون، بس أنا لأني آليتهم ما قربت أي نوع من أنواع الزيوت نهائياً، احتفظت بس بكفي كمية الزيت اللي أنا قليت فيها. ممكن أنك أنت تقليها كمان على الأير فراير بزبط. رح أجيب شوية ريد كرنت أو اللي هو الكرز المستورد يا مريم. صباح الخير يا مريم. صباح الورد، يعطيك العافيه شكرا يا اختي. صباح العسل والحلاوه والجمال، يسعد قلبك. بحب اصبح على حماتي ام باسل، وعلى نيالها حماتك، نيالها نيالها، وعلى خواتي وبنات حماي وسلفاتي الحلوات حبيبتي. ان شاء الله ان شاء الله بيضلوا لك. شكله روحك حلوه مشان هيك قلبك حلو. يسعد قلبك صح حبيبتي. الله يتم عليك يا أمر حبيبة قلبي، الله يسعدك يا رب. حبيبتي يا شفيفة قلبي حبيبتي، أهلا وسهلا. وأنا بدي أصبح عليهم إن شاء الله كلهم يكونوا صاحيين ونشطين زينا وجاهزين. أهلا وسهلا فيك يا أمر، صباحك سعيد. صحن السلطة صار جاهز، وبرجع بقول لك أنت بتشيلي وبتحطي اللي بدك إياه من أنواع الخضار، حتى الورقيات ممكن مع الجرجير كمان تفوتي لك شوية صراحة خس بطلع طيب، خس آيسبرغ بلاش البلدي، لأنه في بعض الأحيان ممكن يكون في شوية مرر. يلا رح ننقل صحن السلطة وبعدها مباشرة نشيك على النقانق.